من جديد تطفو على السطح نذر تصعيد محتمل بين الجارتين أذربيجان وأرمينيا مع تصريحات تحذيرية أطلقها رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان. فقد حذر باشينيان من احتمال كبير لحدوث تصعيد عند الحدود مع أذربيجان وفي إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه بين البلدين، مشيرا إلى أن خطاب أذربيجان يزداد عداء وفق قوله. في سياق ذلك انتقد باشينيان ما اعتبره فشل منظمة معاهدة الأمن الجماعي في حماية بلاده العضو في المعاهدة وسط مواجهة مع أذربيجان بسبب ناغورنو كاراباخ. تصريحات باشينيان جاءت في سياق اشتباكات حدودية متكررة بين بلاده والجارة أذربيجان، كان آخرها وفق باكو الليلة الماضية عندما تعرضت مواقع للجيش الآذري لإطلاق نار متقطع. وزير الدفاع الأذري ذاكر حسنوف كان وجه بضرورة اتخاذ تدابير استباقية ضد أي تهديدات محتملة من أرمينيا داخل الأراضي الأذرية والرد عليها بالمثل إذا اقتضى الأمر. هذه التطورات جاءت بعد أسبوع من إعلان باكو وقوع اشتباك مع القوات الأرمينية في الإقليم أسفر عن مقتل 2 من جنودها، في حين أكدت يريفان مصرع 3 من عناصر شرطتها. الجدير بالذكر أن آخر حرب اندلعت بين البلدين الجارين كانت في خريف عام 2020 واستمرت 44 يوما وأسفرت عن مقتل 6500 شخص من الطرفين، وتمكنت خلالها أذربيجان من السيطرة على مساحات واسعة من إقليم ناغورنو كاراباخ ومدينة شوشا الاستراتيجية، كما نشرت روسيا جنودا لحفظ السلام في المنطقة. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من باكو السيد جواد والييف مدير مركز تحليل العلاقات الدولية. سيد جواد أهلا بك معنا، يعني ما أسباب هذا التصعيد الذي يتجدد في بشأن إقليم ناغورنو كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان؟ شكرا جزيلا لكم ومساء الخير. أولا أود أن أقول أن ما كما تعرفون بعد عام 2012 كان هناك تصريح ثلاثي بوساطة من الاتحاد الروسي بين أذربيجان وأرمينيا، وبعد ذلك أود أن أقول بكل وضوح أنه ليس هناك ناغورنو كاراباخ في أذربيجان، إنما هي منطقة اقتصادية لأذربيجان وهي تسمى كاراباخ. كاراباخ هي منطقة معترف بها دوليا وأنها من أراضي أذربيجان. ومرة أخرى الأمم المتحدة اعتمدت 4 قرارات تعترف بكاراباخ باعتبارها إقليما تابعا لأذربيجان. وبعد عام 2012 الحرب التي اندلعت آنذاك وفقا للتصريح الثلاثي، فإن أرمينيا لسوء الحظ فرضت شرطين إضافيين للبيان الثلاثي. الأول هو طريق لاتشن وهو مفتوح بين أرمينيا وبين كاراباخ لأغراض إنسانية. نعم، طيب، يعني هذا مفهوم لا نريد أن نستغرق في الأمور التاريخية. الآن في ظل هذا التصعيد وفي ظل الأجواء الدولية المخيمة كما تعلم في المنطقة من الحرب الروسية على أوكرانيا واتهام أرمينيا لمعاهدة الحماية الجماعية بالفشل، هل يعني احتمال تصعيد يعني احتمال نشوب حرب مجددا بين أذربيجان وأرمينيا واردة في ظل هذه الظروف؟ لا أعتقد ذلك. لا أظن أنه سوف يكون هناك حرب واسعة النطاق بين أرمينيا وأذربيجان، ولكن كما قلت من قبل فإن أذربيجان عرضت لأرمينيا التوقيع على اتفاقية السلام النهائية في إطار 5 مبادئ، ومن أهم المبادئ فيها هو الاعتراف بكل منهما يعترف بسلامة أراضي الطرف الآخر. ولكن لسوء الحظ فإن أرمينيا تقول أنها تعترف بمناطق أذربيجان وسلامة أراضيها، لكن من ناحية أخرى نرى أن أرمينيا تواصل في التدخل في سياسات القضايا الداخلية لأذربيجان. كاراباخ هي أرض تابعة لأذربيجان وقضية أذربيجان، وأذربيجان عرضت على أرمينيا أن
أن تضع نقاط للتفتيش في طريق لاتشن للسيطرة على منع انتقال الأسلحة ونقل هذه الأسلحة إلى الأراضي الأذربيجانية. ولسوء الحظ فإن أرمينيا لا تزال تنتهك البيان الثلاثي الذي وقعت عليه في عام 2012. وأرمينيا وفقا لهذا البيان الثلاثي فإن أرمينيا عليها أن تسحب كل قواتها وجماعاتها العسكرية من إقليم كاراباخ في منطقة في منطقة حفظ السلام الروسي. ولكن إذا صحت يعني الاتهامات الأرمينية لأذربيجان الآن، هل يمكن أن تستغل أذربيجان هذا الوضع الدولي وانشغال روسيا لإحكام المزيد من السيطرة على إقليم ناغورنو كاراباخ؟ أنا آسف مرة أخرى ولكن أقول ليس هناك شيء اسمه ناغورنو كاراباخ. كاراباخ هي إقليم معترف به دوليا تابع لأذربيجان، وأذربيجان الآن تحاول إعادة ضم سكان أذربيجان وإدماجهم مرة أخرى في أذربيجان. أمس رئيس أذربيجان دعا سكان كاراباخ إلى باكو لمواصلة المناقشات على عملية إعادة الإدماج. ولسوء الحظ فإن أرمينيا منعت هذه عملية إعادة الإدماج هذه أمس بعد أن قال الرئيس الأذربيجاني دعا سكان كاراباخ إلى باكو. ولكن رئيس الوزراء الأرميني اتصل بفلاديمير بوتين. أشكرك جزيل الشكر سيد جواد بليف مدير مركز تحليل العلاقات الدولية من باكو، هذا ما سمح به الوقت. شكرا جزيلا لك.